ازيكم عاملين ايه؟ اول يوم في الفندق. حدى بيقول لكم النهارده اول يوم في الفندق. عجبنا حاجه، صالح عايز ينفخ العوامه لان حدى تعبان يا جماعه. قولوا له الف سلامه عليك. الف سلامه عليك يا حدى، وان شاء الله تبقى كويس. ادعوا له يا جماعه. صح يا هنودة؟ طبعا صالح عارف ان حدى تعبان وما شاء الله ما بيبطلش زن ومش راحم نفسه، لكن هند ماشي حلوه شغاله. بحبكم كلكم. نعم نعم. اقول لهم انت بتعمل ايه؟ اقول لهم بتغلس عليا ازاي؟ فوق شويه. انا بفتحها افوق شويه؟ اه يا ابني. لا يا ابني ادوخ، انا داخل واحده اصلا. اقعد غلط تقريبا. افوخ انت صراحه جدع. افوخ انت، كنت بتضرب منفاخ. انا اجيب له واحده وخلاص. مفوخ البالونه دي. لا لا اهو يا حودة برضو بظبط لك الحاجات في الدراجة اهو، وحافظ لك على حاجة يعني. مفكرش يعني انا بجيب الحاجة كده وخلاص. بس اوعى تكون زعلان مننا يا حودة. طب انت مش هتاكل معانا من الحاجات دي يعني؟ هاكل. خلاص يا عم، ايه اللي مزعلك طيب؟ ماشي الله ينور. زعلان؟ انبسطت معانا في السوبر ماركت؟ اطلع السي يا صالح. ولا صالح، حكي صالح. اهو يا احمد احنا هنا. لا على الله على الله. انا ماشي فيها كده على الله. لا يا ابني، الوليدة في محمد رمضان. كل ما غني الوليدة في محمد رمضان. انت ايه؟ ايه؟ انت ايه؟ حافظ اغنيته. نسيت اقسم بالي انا مش براجع. حودة حودة. ليه دي حياة؟ مبلولة مبلولة. لا يا عم. اهو مبلولة. مبلولة؟ حياتي مبلولة. لا يا عم. اهو. لا يا عم. مبلولة. لا يا عم. مبلولة. عادي ليه عصير مبلولة عادي. على الله. انا مبلولة اهو. مبلولة اهو. انا هفتكرها لك. سجلها لي الاغنيه تحت. نعم نعم. ده اغنيه تحت على الله. تقول ايه الخيبه اللي انت بتعملها دي؟ اول فت العيد. اول فت العيد يا بابا. انت اول فت ده؟ اه يا بابا. ما تلبس الشخصيه. بس وانت كام يا سلمى؟ بس وانت كام يا سلمى؟ شخصيه بحر المنظره. ده ايه الرقم الغريب ده؟ طالع سهل ايه؟ شمسية بحر المنظرة دي ولا شمسية؟ ده حاجة منين ده؟ ايه ده؟ ده شمسية بحر المنظرة. زهرة؟ ولا ولا فوق؟ اوكي. لا ده اسمه ده. فاكر نفسه في جنينة لابس وردة. ده ده هو كده التركيز ده. لابس وراقة وردة يا بابا؟ لاف اسمه لاف يو ما اعرفش. لاف يو. شيك يا حبيبي. شيك شكلك عايزاه. صور 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 استنى استنى. هو ده طبعا يا جماعه صوته صلى على النبي. اه ايه ايه انا خطوه كلها. بص الناس الناس فرحانه بصوتي. ليه؟ ايه يا عم هدوا هدوا. كان في دوشه في ودانا النهارده. ايه ده الناس مبسوطه. ايه ايه ايه. لا عشان انتي مبيوتش على الله. انت بتغديها ولا لا؟ حياه مبدونه. اه اعرفكم بنفسي لو ما تعرفوش. اخوكم مستر احمد لم تكن جيوش. حب الناس اللي حلو ما بتفهموش. خليه بيعيش عليا. الله
هات اللي معايا يبقى قاطع لك لسانك. انا مش فاهم مين اللي واقف قدامك. اسال عليا هيقولوا لك ان انا. يلا سيبها على الله، سيبها على الله. انا حد ينجح في طريقه ومش هيبص وراه. سيبها على الله. يا عيني عليك يا مستر. ليه بقى؟ حد ينجح في طريقه ومش هيبص وراه. هو ده. خد التليفون وروح خش انت مش عايز تغني. جميل عليك. يلا يا بنت من ايش؟ انا ماشي من الاوضه المعفنه. عايزين نغني، احنا قاعدين في سويت. عايزين كنا قاعدين معاكم في السويت. احمد احمد يلا يا سيدي. قاعد في السويت بتاعي. تعال. لا 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 في السويت. لا 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 عندنا كرتون؟ عندنا بدل التلفزيون اثنين. انا حاطط رجلي على رجلي على طول. تعال 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 هنا. حد هنا؟ هنا تعالى يا بنت حياة يا بنت بقى. تعالى يا بنت حياة. بص جبت المخدة من البيت عشان ما خدتهاش في الفندق مش بتريحنا. على اساس ما خلي بالك يا حياة تقعد. يلا سيبها على الله، سيبها على الله. انا حد ينجح في طريقه ومش هيبص وراه. سيبها على الله. عندنا اتنين تلفزيون يا حبيبي. تلفزيون بيتفرج عليه واحنا نايمين، تلفزيون بيتفرج عليه واحنا قاعدين. هيتفرجوا بقى هم السور بتاعنا بقى. وما بحبش كده انا، خلي بالك. بنت حياة عيلة 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 صغيرة. ايه المشكلة؟ كرتون. بتتفرج على كرتون ولا اه بتتفرج على افلام اكشن؟ لا لا. بتقول حياة السلام عليكي. كانت بتاكل اندومي الصبح هو عليها كل شيء وكانت المية مولعة وانت تقول لها ما بتنفسيش على السيف بتاعكم. حياة بتحب حلوة ولا لا؟ حمودة لان يا محمود. ابعد محمود بلد دي ما فاتش على التلفزيون اكتر من 5 سنين. اقسم بالله.
Oh!